تنداح في دعة يفيض جلالها، صحراء قد رسم الإله بهاءها، فتصير للنفس ملاذات وسعة، وتنبئ الفكر لآلاء الطبيعة، ظمآنة تروي أزاهير الجمال، وتصوغ برهان الحياة على الرمال. تشكل الصحراء بالنسبة للشعب القطري جزء أصيل من تراثه، وتمثل نمط حياة متناغم، مذكرة إياه ببداية القصة. وهذا ما دفع قطر لتحتفي بهذه الأرض عبر السنين بالإبداع والفن. تلك الأعمال اللي تقيم حوار عميق بين هذه الأرض واللي يعيشون عليها، لافتة الأنظار إلى سماتها المميزة، ومضيفة لمسة من الكمال إلى جمالها. في العمل الفني سفر الظلال في بحر النهار، يحتفي الفنان أولافور إلياسون بحياة الصحراء وما ينطلق على أرضها من رحلات. تحتفي ملاذاته الدائرية المبطنة بالمرايا والمرتبة على شكل نجمة خماسية بالثقافة الإسلامية وتقاليدها الفنية، في إشارة إلى زخارفها البصرية، وفي تماثل مع الصحراء ذاتها. قد يشكل العمل الفني إرباكا بصريا للناظر بانعكاساته وعناصره السرابية اللي تستجيب لحركة الشمس على مدار اليوم، ويعكس حراك الظلال حركة الرحلات الصحراوية القديمة منها والمعاصرة، حاثا الزوار على النظر إلى الصحراء باعتبارها مكان دائم التغير. يقع العمل الفني شرق غرب غرب شرق لريتشارد سيرا وسط منحدرات صحراء زكريت الصخرية، ويعد مثال هائل على خروج الفن من بين جدران المتحف لتكون الطبيعة مسرح عرضه. فمن خلال أربع صفائح متناسقة من الصلب يبلغ طول الواحدة منها 45 قدم، يخلق هذا العمل مكاناً وسط المكان، باعثاً حياة جديدة في جسد الصحراء، تدعو الزوار لاكتشاف عظمته. ويكمن التشابه بين عملي إلياسون وسيرا في أن الأخير يحث الزوار على الانطلاق في رحلتهم الخاصة للتعرف على هذا المشهد البصري الذي ينتمي لعالم آخر. تحض الصفائح الناظر على التأمل في طبيعة ظلال الصحراء سريعة الزوال، وفي رحلة الوصول إلى الموقع الأشبه بالمغامرة، وتشكل لهم مرجعا يمكنهم من تمييز أنفسهم في هذا المحيط. العمل الفني مقام للفنانة سيمون فتال هو عبارة عن منحوتات جرانيتية مخروطية شكلت على هيئة خيمة كما يبدو من شكلها، ممتزجا مع أشكال الكثبان الرملية، ويمكن تأويلها على أنها تحية إجلال لتضاريس الصحراء الرائعة، وربطها بعمق مع النماذج الأصلية الموجودة في المناظر الطبيعية وتاريخ قطر. يعد التكيف المناخي جزء أصيل من تراث قطر، ويرسم العمل الفني مقام صورة مركبة لما قد تخبئه لنا الصحراء، وكما فعل إلياسون وسيرا في عمليهما الفنيين، تبث فتال الحياة في فضاء المكان، وتدعو الزوار لخوض رحلة عبر الصحراء ليبقى راسخا في أذهانهم
أنها ستكون تجربة استثنائية برغم قساوة ظروفها. تتسم أعمال الفن العام المثبتة في صحاري قطر بحجمها الضخم وطبيعتها التجريدية وتحفيزها للأفكار، فهي تضفي لمسة من الكمال على المنظر الطبيعي من دون التعارض معه. وكما هو حال قطر، تنبض أعمال الفن العام بالحياة وتتسم بالديناميكية والتكيف مع العلاقة دائمة التغير بين الفضاءات وتعاقب الأزمنة.